فأهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة شوف تي في الآن على المباشر من أسوار تاريخية، وكما كتلاحظوا معي الآن يعني إهمال صارخ حق التراث وأشهر معلمة تاريخية بالمدينة. كتشوفوا معي الحالة كارثية، فمن العيب والعار أننا نشوفوا يعني أسوار بهذا الشكل وبهذا الوضع الكارثي. سابقا ما كانش الوضع هكاك نهائيا، حتى لو كيجيو كيرميو التربه هنايا عاد ولا طمر. انا ما كانش الصوره راه طويله، يعني حتى هاد المخلفات ديال التربه ديال المنازل مؤخرا ولا كيجي كلشي اللي ريب شي حاجه كيجي له هنايا. وانتم كتشوفوا الحاله الكارثيه، لا اله الا الله. فنناشد الجهات المسؤولة يعني مندوبية السياحة وزارة الثقافة على أنه يكون واحد التدخل، فنناشد يعني عاجل من أجل إنقاذ يعني التراث أو المعلمة التاريخية. فشو ما نشوف هذا المنظر هذا اللي كان الحقيقة حنا كولاد البلاد وكمواطنين وكساكنة مدينة تازة كنشوفوا هذه الحالة اللي هي حالة كارثية. فشو ما ولا بتخليك بالله، حنا دابا حنا في القرن شو ما قال، والله الا شو ما قال نشوف هذا المنكر اللي كيتعيشوا المآسي التاريخية، في حين انه تازة عاشت واحد الحقبة تاريخية محضة في القديم. فحشومة اننا نشوفوا هذا، وانتم كما كتشوفوا حتى الاتربه خرجت تما هذا الباب، هذا راه كان مدخل ديال اللي يمكن لك تمشي للجهه المواليه ديال حي مسيله. حاله كارثيه كتشدها الاسوار التاريخيه، وفي حين انه يعني كيتجمعوا يعني المتشردين كيجمعوا يعني جميع المخدرات في البلاصة هادي، وحتى الناس المدمنين المخدرات. سبحان الله، يعني الحديث يطول في الموضوع هذا، وكنشوف في هاد الأسباب اللي يوم بعد يوم كيظهر. كنشوف هنايا كهنايا هو حشومة أننا نشوفوا هاد المنظر وكيتلاحوا الزبال. حنا محتاج يجي لنا شي واحد سائح ولا يجي لنا شي واحد من شي بلاصه ويشوف هاد الكارثه ويشوف هاد المنظر المشمئز. شنو غادي يقول على تازه؟ غادي يقول تازه فقط قريه، يعني ما غاديش يقول عليها مدينه ولا مدينه حضاريه ولا مدينه تاريخيه ولا مدينه سياحيه، بالعكس غادي يقول عليها مدينه يعني قريه، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. سبحان الله سبحان الله، يعني كأننا نعيش في عهود الوسطى. يعني سبحان الله العظيم، يعني واحد المنظر يعني صراحة والله إلا حنا كولاد البلاد وك لا حول ولا قوة إلا بالله. فكنتمنوا من الجهات المسؤولة على القطاع الثقافي على أن تدخل بشكل استعجالي من أجل إنقاذ المآثر التاريخية اللي كتشهدها مدينة تازة. فمن العيب والعار أننا نجي ونشوفوا يعني الناس يعني مدمنين المخدرات كيجيو لهذا المكان في الليل في المساء في الصباح كيجيو لهنا وكيقضيو اليوم ديالهم. راه كارثة عظمى أننا نشوفوا كوارث كتوقع في هاد البلاصة، راه كوارث كتوقع بالجملة. كيوقع الفساد، كيوقع يعني تلوث المخدرات بزاف، أي موبقات تحت في عقلك راه كتلقاها هنا في هاد المآسي التاريخية.
وكانت نداءات كثرة للجهات المسؤولة على أنهم يجوا ينقذوا هذه الأسوار التاريخية من هذه الأبصاخ ومن هذه الروائح الكريهة اللي كتشهدها يوميا. والحقيقة ما كانت لا حياة اللي من تنادي ناشد من الجهات المسؤولة، توصلنا مع الناس الجهات المسؤولة لأنهم يجوا ينقذوا الناس ينقذوا هذه المأساة التاريخية ويستغلوا هذا الفضاء يرجعوا مكان يعني اللي يستغلوا يعني واللي فضاء يعني كحديقة كمهم شي فضاء هنا يستغلوا يعني هذا الفضاء هذا يحاولوا من الأمكان يستغلوا بشي ديكور بشي شلال أو لا بشي 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 ديكور اللي يناسب الفضاء التاريخي. فمن العيب والعار أننا نشوفوا هذه الكارثة. فمشاهدين قناة شوف تي في، نحن الآن على المباشر من تزاهرية فحالة كارثية. فمن العيب والعار أننا نشوف هذه الكارثة العظمى. فهذه الأسباب اللي هنا متراكمة هذه أسبوعين، وهذه الأسباب المتراكمة هذه أسبوعين، في حين أنا جاي في الباص ديال أمام المنازل. غير هذا السوق هذا بهذه الحاله راه دائما ماشي بالضروره على انه السوق زعما غادي يكون هو اللي سببت هذه الاوساخ. لا، انا كنتحمل المسؤوليه في هذا القول انه هذا المكان دائما على هذه الحاله هذه وعلى هذه الحاله الكارثيه الاهمال دائما الاهمال. ما كاينش واحد تتبع بشكل يومي او بواحد العنايه يوميه لهذا الفضاء اللي هو فضاء تاريخي ومن اشهر المعالم الممتازة. وسبحان الله العظيم المسؤولين ما يكونش عارفين هذه البلاصه هذه وبهذا الاهمال راه ما يمكنش. فراه حاله كارثيه، راه الوضع كارثي بكل المقاييس، الوضع كارثي. ويوم بعد يوم كينهار جزء من الصور التاريخيه، يوم بعد يوم كينهار جزء من الصور التاريخي، والناس المجتمع المدني حتى هما كيساهموا في الإهمال تاع الصور التاريخية اللي كيجيو يرميو داخل هاد المنازل من التجربة والحجر. فها انتما كما كتشوفو معايا الجو الطبيعي رائع، ولكن حاجة وحدة هو أنه إهمال صارخ حق مدينة تازة تاريخية. فمن عيب والعار أننا نقول مدينة تاريخية ومدينة سياحية ومدينة حضارية وحنا هامينا رافعين الحجومة، ومن عيب والعار حنا أننا نهملوا مدينة تازة بالحجم ديالها بالقوة ديالها بالأبناء اللي بحكم أنها عطتنا أبناء من شتى المجالات، يعني مراكز كبرى يعني شتى المجالات، يعني الحمد لله هذا فضل من الله. هذا ما كتميز به مدينة تازة هو أنها نجبت وعطتنا خيرة الأبناء. فمن العيب والعار نسمعوا الناس خارج المدينة على أنهم كيقولوا أنه مدينة تازة مدينة شبه قروية. فمن العيب والعار أنه مدينة نقولوا عليها شبه قروية بهذه الحالة الكارثية. أرجوكم أنقيدوا التاريخ، أنقيدوا التاريخ. فمشاهدين قناة شوف تي في، إلى اللقاء في بث آخر إن شاء الله، وإلى اللقاء.